السلام عليكم، معكم شيماء، سن 23 عام، كنسكن دابا في مراكش. المدينة الأصلية ديالي هي تطوان. المهنة اللي عندي هي كنبيع الخضرة والفروي. أصلا عندي يعني عندي واحد الجيدة بالبيع والشراء، فهمتي كيفاش؟ ولكن ماشي أنني كنت كنفكر أنني غندير الخضرة والفروي، ما عمرها ما طاحت لي في بالي. كنت كندير بعض الأحيان كنبيع شوية التليفونات، بعض الأحيان كنبيع المواطر، يعني كل أي حاجة عندها بتجارة تتعجبني، عندها علاقة بتجارة. ولكن بالضبط هذا المجال هذا ما كانت عندي عليه حتى شي فكرة، جا غير بالصدفة. والحمد لله مع بعض الصعوبات في الاول، ولكن دابا الحمد لله بشويه بشويه الانسان كيمشي. هذا المجال لقيته صعيب بزاف، فيه يعني تعب، الارهاق، بعض الاحيان كتمشي في الليل للسوق، كتلقى بزاف ديال فهمتي، كتلقى بزاف ديال الناس كيهبطوا منك، وخصك تكون شخصيتك قويه باش يعني باش الهضره ديال الناس ما تاثرش فيك بالمره. الصعوبات اللي لقيت هو انه كتجي المجتمع غريب انه يشوف بنت وباقا شابه، كاين نساء كبار طبيعه الحال كيديروا هذا المجال، ولكن كتجي صعيب انه بنت شابه واقع عندها في العمر ديال 23 عام يعني خرجت لهذا المجال اللي هو كله احتكار مع الرجال طبيعه الحال، لان السوق الجمله ما فيهش العيالات. فكأنا بنت وباقا صغيره وكنتمشى في وسط السوق كتجيهم غريبه فهمتي، كلشي كيبقى كيشوف فيا. حتى مثلا في المعامله ديالي معاهم كنلقى مثلا بعض الاحيان شي حد راه ما تيعاونكش ولا ما تيدرش معاك مزيان على قبل انك كيكوراجيك، لا على قبل انك مثلا باغي شي حاجه. فطبيعه الحال كندوز من هذا الشيء، ولكن كنحاول بما امكن انني نتعامل معاه بعقلانيه، وكنحاول بما امكن نخدم غير خدمتي اللي هي الاساس ديالي دابا في هذه الساعه. اكيد اكيد كنتحط مواقف يوميا، لا مع الكليان لا مع في السوق، ولكن كما قلت لك في هذا المجال عارف راسي خرجت ليلو، الا وغادي نتلقى بزاف الانتقادات وغادي نشوف بزاف ديال لي كومونتير خايبين وبزاف ديال الحاجات. ولكن ملي بديتو قلت مع راسي حتى شي حاجه ما غتوقفني، حتى شي حاجه ما غتحبطني، انا بديت هذا المجال الا وغادي نكوراجي فيه وغادي نكمل فيه، والله سبحانه وتعالى غادي يسهل عليا. فاكيد كاين بزاف ديال الناس كيبغيو فهمتي كيبغيو انهم يطيحوا منك، بزاف ديال الناس كيقولوا لك علاش انت دايره شعرك بحال هكا، علاش انت دايره هكا. انا درت شعري بحال هكا لان اصلا انا خرجت هذا المجال، وهذا المجال هذا صعيب، يعني شنو انا غادي نمشي بشعري مطلق للسوق؟ ما يمكنش. انا غادي نتلاقى دراري، غادي نتلاقى بزاف ديال الحاجات في 3 الصباح في 4 الصباح خارجه بالموتور، يعني انا يعني الحياه ديالي بعض الاحيان كنقدر نتعرض للخطر، مثلا غاديه للسوق مع 3 الصباح في وسط الموتور في طريق خاويه نقدر نتكريسا، يعني حتى الشكل ديالي معاوني انني كنلقى فهمتي كنلقى سهوله في انني نمشي للسوق، كنلقى سهوله. ودابا حاليا ملي خرجت للصحافه الناس كلهم عرفوني بنت وكيحترموني بزاف ديال الحاجات. حتى انا كنت عاطله عن العمل مده طويله، كنت عاطله عن العمل ما خداماش، عييت ما نقلب الخدمه على الخدمه ما لقيتهاش. ولكن ملي جلست مع راسي وفكرت قلت مع راسي الا بقيت كنقلب على الخدمه وبقيت جالسه هكا غنبقى حياتي كلها، ومع العلم انني انا كذلك عندي مشاكل وعندي ظروف وعندي بزاف ديال الحاجات، ولكن كيبقى داك الشيء فهمتي كيفاش، الا بقيتي كتفكر فيه غياثر لك على حياتك ما غتعمل والو. فكنقول للشباب واخا يكون عندكم شواهد واخا يكون عندكم بزاف ديال الحاجات وما لقيتوش الخدمه، خرجوا ديروا شي حاجه ديال راسكم، راه ما كيحتاجش انه يكون عندك بزاف ديال الفلوس باش تبدا هذا البروجي هذا، يعني كيحتاج واحد المقدار صغير. وفي الاول كتكون كاينه صعوبه لان في اي مجال كاين صعوبه، ومن بعد الله سبحانه كيفتح عليك كتولي عندك كليان ديالك، كتولي فرحان ملي كتشدك الفلوس كتدخل في لافان دو سيرفيس كتلقى الفلوس مجموعين في جيبك كتفرح، كتقول شو انا عرقت في الصباح وخدمت وبزاف ديال الحاجات والحمد لله انا لاقيه يعني الحاجه اللي غادي تفرحني اللي هي الحلال. الموقع اللي كاينه فيه انا هو ابواب جيليز، قريب الحي المبروكه حدا القنطره ديال المواطر اللي كاين على السكه ديال التران. وكاين عندي انستغرام اللي فيه مولات الخضراء كندير فيه لا ليفريزون وتوصل جميع انحاء مراكش. اي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.